بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم أحبتي في الله حول الأكل واقفا. الحقيقة كثير من الناس يأكل وهو واقف وهو لا يعلم أنه يؤذي نفسه. طبعا الأطباء يؤكدون أن الإنسان عندما يكون في حالة وقوف أو تأهب، الجهاز العصبي يكون متنبها في حالة قصوى من التنبه. لماذا؟ لأن حالة الوقوف تعطي تنبيه للجهاز العصبي وكذلك العضلي، عكس حالة الاسترخاء. عندما يكون الإنسان جالسا فيكون الجهاز العصبي في حالة أقل من الاستعداد وحالة أقل من التنبيه، بالإضافة للجهاز العضلي يكون مرتاحا. فعندما يأكل الإنسان وهو يعني جالس، فإن هذا الطعام يتم هضمه بطريقة أفضل ومريحة أكثر للجسم. طبعا الأطباء رصدوا حالات لعسر هضم ومشاكل في الجهاز الهضمي، تم علاجها بمجرد أن هذا المريض امتنع عن الطعام والشراب واقفا وبدأ يجلس ويأكل. سبحان الله. فهذه التقنية أو هذا الأسلوب اليوم ينصح به الأطباء، نصحنا به النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا عندما قال، طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل أو يأكل، أن يشرب أو يأكل قائما. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. لذلك أنا أقول أخي الحبيب، هل تعالج نفسك وتقتدي بسنة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟